يوم آدم بيسوي لحاله معكرونة. وطبعا هاي مش شغلات اللي بحكيها دائما، انه بهذا العمر صار عمره ما شاء الله كبير، هو لازم يعتمد على نفسه بشغلات بسيطة ولو، وهذا بنمي عند الطفل أول شيء ذكاء، وبنمي عنده القدرة على الاعتماد على النفس. عشان أورجي الناس قديش أنت شاطر. احكي لنا آدم شو بدك تسوي؟ دينر كرافت مكروني. هذا بنحط عليه ملح ولا لا؟ ما بده ملح؟ ليش ما بده ملح؟ تشيز مالح. طيب تعرف انت تضوي هلا الغاز وتطفيه؟ اوكي، هاي نتيجة الطبخة. آدم من A to Z. شو حطيت عليها آدم بعدين؟ دوقها قول لي كيف طعمها. كتير صح. اعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت.